كانش يحاول يصحى في الجوانب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين، فتح المستور وتبيين الحقيقة. اليوم كنتواجدوا أمام قصر العدالة بمدينة الجديدة، من بعد ما أن سمعنا أن عبد الله الملقب بورد القنيطري أنه تم الاعتقال ديالو البارح، ياك البارح، بسبب أنه كان غادي بموتور دخل في واحد آخر. الخلاف بدا من تمايا، لاخر جبدك لاموريد ضرب عبد الله الراس، يعني عندهم تبادل ضرب وجرح. تم اعتقال ديال عبد الله والقنيطري من طرف، اسمح لي حسن، تم اعتقال عبد الله والقنيطري من طرف السلطات الامنيه، والسيد اللي ضربوا انه دابا حاليا يعني خذ البراءه. يعني معنا اخت عبد الله اللي غتشرح لنا المشكل من الاول باش احنا نفهموا. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني عاود لنا شنو وقع من الاول. خويا كان ديز من المارشي، دايز هذا دفل عليه، دفل عليه خويا، قال لي مالك دفلتي عليا، قال لي مالك تزايدوا في الهضره، جبد كلامونيط من الموتور عنده، ضربوا فرق لي راسه هنايا، ضربت الراس هنا بعد محاوله القتل هنايا، هو في غير ضربه شويه في عينه، ضربه في فمه، خويا اعتقلوا ونزلوه، هو طلقوه، ما عرفناش علاش هما التبادل ضرب ورجح، ما عرفناش علاش يهبطوا مجوج ولا يخرجوا مجوج، علاش؟ حيت هذا ولد الجارديني كيتعنى بالفلوس، كيتعنى بالسلطه، كيقول لك انا السلطه في يدي، انا النفوذ في يدي، انا عندي الفلوس، انا نشري كل شيء ندخله، كيتعنى بالفلوس. لا هذه بلاد الحق والقانون، ما كنعرفش شحال واحد يتعنى بالفلوس، بلاد الحق والقانون، يدخلوا بجوج ولا يخرجوا بجوج. علاش خويا اعتقل فرق لي راسه ومضروب وتكرفت حتى من عند البوليس، كلا العصاب زاد عليه البوليس، والراس تفرق لي، زاد تفرق لي حتى في المحكمه الدمايات كدوز ليه، وما ترحمش خويا، ونزل اعتقل، وهذا تطلق ولد الجارديني تطلق، حيت علاش كيتعنى بالفلوس، النفوذ في يدهم، كيشرو الديور، هما كيصاوبوا لي مراقيهم بلا مراقي، عندهم فلوس كيتعناو بالسلطه، كيتعناو بالفلوس، حط عليه فلوس، قال لي حط عليك نفرش عليك الفلوس. شكون؟ الحالة ديال خوك حاليا؟ حاليا خويا مكرفس راسو في فرق هنا، كلامونيط راسو في فرق، راه محاولة قتل هنا، خويا راه مغيب هنا، راسو تفرق لي، تحل بالكلامونيط، خويا تحل، ضربو ديما تيضربو ديما كيتعناو انه كلشي ضرب دريات، كيخرج هذا ولد الجارديني كيتعنى بالفلوس، هذا ولد الجارديني معدي، علاش ما احنا بغينا نعرفو الضرب ورجح يهبطو مجوج ولا يخرجو مجوج، بغينا نعرفو شنو الدالين في الدوسي، بغينا نعرفو خويا اشنو عمرو ليه، اشنو تحط ليه في الدوسي. هو ضاربو مضروبين مجوج تبادل ضرب ورجح، هادشي اللي كنعرفو. هذا خرج ولد الجارديني خرج ما بايتش كاع نهار، الكوميساريه مشى بحالو، خويا بات 48 واعتقل. بغينا نعرفو علاش تبادل ضرب وشرح، يا يهبطوا مجوج يا يخرجوا مجوج، علاش؟ علاش؟ شنو مديور في الدوسي؟ اشنو محطوط في الدوسي؟ هادشي اللي بغينا نعرفو حنا، اشنو عمرو ليه؟ حسن خويا، يعني عرفنا ان اخوك عبد الله يعني هو حاليا اللي متعاقل، يعني راه لي خويا عاود لي شنو وقع؟ راه لي انا ماشي موحش. اها عاود لي كمل لي، عاود لي من الاول. عبد الله معتقل، لكن خد راحتي من الميكرو بوحدي انا اخو. حسن انا مباشره. قول لنا اخويا شنو وقع؟ زيد كمل لي من الاول. شنو وقع لخو؟ قال لي يا خويا غادي بموطور والاخر غادي بموطور، ياك تسابحوا بجوج بموطور ياك. الاخر هو تفلع الخواد على وجهه. خواد حتى هو تفلع عليه. الاخر جبت كلام وطن وطن كلامون ديال الموطور ضرب الخواد بها الراس. لا الخواد شدو حتى هو ضربو، جاو البوليس اخويا هزوهم جوج شدوهم. لا بيجي دو الاخر للسبيطار، واش الاخر مضروب ما كاينه شهاده طبيه مدو للبوليس ما خدو لا شهاده طبيه. شدوا طب شهاده طبيه خزنوها ما عطاوها لشهاده طبيه، شدوا خشوه في المحكمه خويا خشوه هنا، شدوا اعتقلوا الاخر جاو خرجوا الاخر خويا، قال لك انا البوليس كامل في يديا، ما كاينش اللي كيهضر معايا في هذا المغرب هذا ولا هذه، قال لك ما كاينش يهضر معايا، المحكمه كامله في يدي، قال لك ودخل المحكمه خويا. اش نقول لك؟ راه تعدوا اخويا، ما كنعرفو خويا حسن، اش المالك وسيد حموش هادشي اللي قلبوا له، والله شي حاجه في هذه البلاد خاص واحد يطبق معايا القانون. هذاك الشيء اللي كاين، حنا كنعرفوا القانون يعلى ولا يعلى عليه، ياك احنا في بلاد الحق والقانون. على الحق، على الحق، عاش الملك. انت انت بغيتي حق عبد الله انه يتخاد، يتخاد لا الحموايد مهدي، انا هادو الصراحه، واحد مضروب الراس، واحد مضروب
بجوج كتهبطوا ما تقولش انا هاد ولاد ولاد شتت الفلوس من هنا. العداله ماشي قضيه القسم في القصر عبد الملك بحكا، القسم قضيه سي خاص تحموش الداخل والداخل. انا عندي شي حوايج عارفهم، عارف شي حوايج مع شناهو خاص شي حاجه. كاين واحد اخويا اللي كيعطينا حقنا، هو واحد السيد بيضاوي شاف لابيس مصطفى هو اللي كيوقف معانا. كلشي بغا ياكلنا حوايج من هاد المخزن هادو. عباد الله ما عادش كدير بلا ما نبداش بديهم شي حاجه، خليني نكشي من بعد. عباد الله خويا كدير شي حوايج مع شناهو، حنا باغينا الحق اخويا، باغينا الحق. واحد مضروب واحد مضروب ويقادوا الحق القانون والعداله. هذاك الميزان علاش دايروا في داخل المحكمه؟ ويقادوا الحق، واحد مضروب واحد مضروب هبطوهم بجوج. هادشي اللي كاين، هما كاملين معدين كيضربوا عباد الله هادو. شناهو انت شناهو شديت شي واحد 100000 مليون؟ واش غتقول لمولاك انت ما غطي عنده غتقول له شديت على هذا 100000 ولا مليون؟ والله تتعذب في حياتك وفي الدنيا، تتعذب. هو بعدا كيقول لك انا عندي النفوذ في المحكمه وكيتعنى وبغينا السي الحموش الله يخلي لي صحيحته تدخل على هذا الخط. بغينا السي الحموش وعاش سيدنا والحق كاين وبلاد الحق والقانون، والقانون في كل شيء. اذا كان هو كيقول كل شيء في يدي راه القانون في كل شيء. عاش سيدنا والله يرحم لك الوالدين السي الحموشي، والله يخلي لك صحيحتك. تدخل في هذا الخط، راه مجوج مضروبين ضرب وجرح. علاش واحد يهبط وهو يخرج؟ ما باش حتى 48 خويا، بات من 48 اعتقل. علاش خويا؟ نقول لك الصراحه من الاخر الماد، هما عندهم واحد كيجيهم من المحكمه رئيس كيجيهم في الله يحمر. شوف شوف احنا حنا شوف من العائله ديالهم ماشي من الداخل. اسمعني اسمعني حسن، هادشي حنا ما كنقولوش. انا نهضر على الواقع. اسمعني 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 حسن حسن، حنا هادشي اسمعني الواقع وكيما تحكمش تحكمش ما تحكمش على الحاجه وباقي ما شفتيهاش شنو فيها. عارفين احنا عندو خالو اخويا الله يخلي لك صحيحتك. تدخل على هذا الخط السي الحموشي. عاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش سيدنا، الله يشافيك الله يعطيك صحيحتك. شوف هاد الظلم، شوف هاد الظلم سيدنا. باقى الحق خويا، انا ما كنطلبش شي حاجه، باقى الحق خويا. خويا راسو تحل من هنا من الوسط، راسو تحل. المخ المخ ضب المخ، راسو تفرق ليه. هو ما مدروش ما مخيطش خويا، راه مخيط. هو ما مخيطش كاع، راه في قلب مشى في عينه وفين مشى في فمه، ما مخيطش. شكون اللي خاصو يهبط؟ وخويا راه مخيط، راه مخيط 20 غرزه في راسو، راسو فروق. واحد ما مخيطش ضربوا رجل حتى بادول، كنعرفوا هي كيدخلوا مجوج كيخرجوا مجوج. حنا بغينا حق خويا، ما بغينا والو. هذاك مضروب وهذاك مضروب، بغينا ضربوا رجل حتى بادول. علاش خويا شنو حطوا لي في الدوسي؟ علاش خويا ينزل؟ بغينا نعرف، بغينا حق. واش كنطلبوا شي حاجه اكثر؟ بغينا حق خويا يبان، بغينا الحق يبان. الله يخليك صحيحتك السي الحموشي، الله يخليك صحيحتك. لما تدخل في هذا الخط، عاش سيدنا الله يشافيك سيدنا، الله يخليك صحيحتك. عاش سيدنا. شوف هاد الظلم، هاد السيد كيتعنى، كيتعنى بالنفوذ، كيتعنى بالفلوس. كيقول لك كلشي في يد المخزن، في يدك كلشي في يدي. عند الفلوس انا ثقه في القانون، ثقه في القانون ان شاء الله، القانون في كل شيء. عاش سيدنا الله يخليك صحيحتك السي الحموشي. دخل في هاد الشيء السي الحموشي، الله يخليك صحيحتك. علاش خويا ينزل؟ بغينا نعرفوا علاش ينزل. تبادل ضرب ورجح معروفه، كيدخلوا مجوج ولا كيخرجوا مجوج. علاش ينزل وهذاك يتطلع؟ علاش يبات 48 وهذاك بيت في داره؟ علاش؟ ماشي حرام من جنب الله شنو؟ علاش كيتعلم فلوس؟ لا، كاين القانون، كاين القانون، كاين القانون. لكن هو كيتعلم فلوس، راه كاين القانون في البلاد. يعني المشاهد الكرام مهدي، حنا بغينا بغينا الحق اخويا. بلاش اخويا المهدي عندنا ما كوحش نقطات. حنا كنهضروا على اللايفات، هو حقدوا علينا قبل اللايفات. راه حشومه بنادم كذا على راسو. علاش تحقد عليه قبل اللايفات كيديرهم؟ وانا راسي الله يمسك الخاف من الله سبحانه انا. واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا مش ولد بنادم. اللي ما عنده سيدو عنده ولا لا. انا شو غادي نلعب اللايفات يا شلمات؟ مادي كيهضر معاك اخويا حقدوا عليه. كيهضر على الحق. انا ما شفتش حاجه كنهضر عليها. ماشي بنادم هذا اللي حقه، ماشي بنادم هذا اللي حقه. اش دخل انت كدير فيديوهات؟ واش انا ما نقولش اخويا المهدي؟ راه ماشي معقول. حاليا حنا انت كطالب بالحق، بالحق ديال خوك. بالحق اخويا ولا اي حق. صافي لا لا شويه ما كيعطيو ذاك الناس، وما كيعطيونا حنا لا حق لا والو. وكيشدوا الحق يبان. هذا هو تجارديني علاش يخرج اخويا ينزل؟ وتجارديني علاش يخرج اخويا ينزل؟ علاش؟ بغينا حق لا يبان، بغينا حق خويا. واش واحد راسو فراق؟ واحد خرج واحد دخل. لا منا دابا نقول راه ظلم، هذا راه ظلم، راه حرام، راه ظلم.
راه ضل راه ضل السي حموشي الله يخليك سعيد ما تدخل في هذا الخط السي حموشي عاش سيدنا السي حموشي تدخل راه ضل جوج مضروبين يدخلهم جوج ولا يخرجوا جوج علاش توجهني تطلق وخويا ينزل اعتقل علاش بغينا نعرفوا علاش السبب ما غنسكتوش على حق خونا احنا ما غنسكتوش على هادشي علاش كل ميساج مجاي ديالك هادشي الناس كيطالبوا بالحق ديال عبد الله وكنتمنى يعني ان شاء الله يكون خير في هاد القضيه ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله الى اللقاء.